القطعة الأولى، اقرأ الفقرة التالية ثم أجب. إن النجاح والتفوق هدفان لكل إنسان، ويسعى إليهما الطالب المجتهد ليشعر بالسعادة. فالناجحون يحصدون ثمار النجاح فرحين، والمتفوق ذو هدف واضح يعمل جاهدا على تحقيقه. اختر الإعراب المناسب لما تحته خط مما بين القوسين. رقم 1، كلمة النجاح تعرب، تعال نشوف كلمة النجاح. النجاح هنبص قبليها في إن حرف ناسخ، إذن النجاح اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، يبقى هنقول اسم إن منصوب. رقم 2، كلمة الطالب تعرب، الطالب هنبص قبليها لحد ما نوصل للفعل أو الفصلة، هنا في فصلة وفي فعل، يبقى هنبدأ من الجملة الفعلية. ويسعى إليهما الطالب، هنسأل الفعل مين اللي يسعى؟ الطالب إليهما، إذن الطالب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. رقم 3، كلمة يشعر فعل مضارع، مرفوع ولا منصوب ولا مجزوم؟ تعال نرجع لكلمة يشعر، يشعر تسبقها لام التعليل، لام التعليل ينفع اشيلها واكتب كلمة علشان، وخلي بالي هنا في قبلها فصلة منقوطة، يعني ممكن اقول ويسعى اليهما الطالب المجتهد علشان يشعر بالسعادة، اذا دي لام التعليل تنصب الفعل المضارع، يبدأ فعل مضارع منصوب. رقم 4، كلمة ثمار تعرب ايه؟ مفعولا به ولا فاعلا ولا مضافا اليه؟ تعال نرجع لكلمة ثمار ونبص على الكلمة اللي قبليها، يحصدون، طبعا يحصدون فعل وفاعل، واو الجماعة ضمير مبني في محل رفع فاعل، ثمار مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. الاستخراج من القطعة الاولى، باء استخرج من الفقرة السابقة. رقم 1، فعلا من الافعال الخمسة مرفوعا وبين علامة رفعه، هنستخرج فعل من الافعال الخمسة مرفوع، اذن هيكون مرفوع بثبوت النون. ان النجاح والتفوق هدفان لكل انسان، ويسعى اليهما الطالب المجتهد ليشعر بالسعادة. فالناجحون يحصدون فعل من الافعال الخمسة مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، علامة رفعه ثبوت النون. رقم 2، فعلا مضارعا منصوبا وبين علامة نصبه، منصوبا يعني هيكون قبله أداة من أدوات النصب، أن أو لن أو كي أو حتى أو لام التعليل. طبعا احنا هنا عرفنا لام التعليل، إذا الفعل المضارع المنصوب يشعر وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. رقم 3، فعلا مضارعا معتل الآخر، معتل الآخر آخره واو أو ألف أو ياء، هنا يسعى. رقم 4، اسما معرفة وآخر نكرة، اسم معرفة أي كلمة بها ألف ولام، النجاح معرفة، التفوق معرفة. الاسم النكرة واضح ذو هدف واضح، طبعا هنا واضح نكرة. رقم 5، ضميرا مستترا واذكر فعله، ضمير مستتر وهنذكر الفعل بتاعه، يسعى إليهما الطالب المجتهد ليشعر، يشعر ده فعل، طب فين الفاعل؟ يشعر هو، يبقى ضمير مستتر هنا هو والفعل يشعر، هو والفعل يشعر. رقم 6، ضميرا متصلا، الهاء في تحقيقه او اول الجماعة في يحصدون. رقم 7، خبرا لحرف ناسخ وبين نوعه، خبرا لحرف ناسخ يبقى انا هبحث عن الحرف الناسخ اللي هو ان، النجاح اسم ان، والتفوق هدفان، هدفان خبر إن مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى، طبعا هنا الخبر هدفان ونوعه مفرد. 8، اسم من الأسماء الخمسة وأعربه، اسم من الأسماء الخمسة ذو، عشان نعربه هنبص قبليه، المتفوق ذو هدف، المتفوق مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، ذو خبر مرفوع علامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة. ما زلنا في القطعة الأولى. رقم 7، أكمل بما هو مطلوب. إن نقط محبوب من الناس، اسم من الأسماء الخمسة، إن أباك، إن أخاك محبوب من الناس. دال، لم يقصر الأطباء في عملهم، اجعل الفاعل مبتدأ وغير ما يلزم، الفاعل اللي هو الأطباء هنخليه مبتدأ يعني هنبدأ به الجملة. الأطباء لم يقصروا في عملهم، الأطباء لم يقصروا في عملهم. القطعة الثانية، اقرأ الفقرة التالية ثم أجب. التلميذ المتفوق ذو أخلاق مهذبة،
يذهب إلى مدرسته نشيطا حتى يتحقق هدفه ويعترف بأن العلم طريق إلى التقدم، فليت كل الناس يتمسكون بالعلم. أعرب ما تحته خط. الكلمة الأولى زو، عشان نعربها هنبص على الكلمة اللي قبليها. التلميذ المتفوق ماله؟ ذو أخلاق مهذبة. التلميذ مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، إذن دي جملة اسمية. المتفوق طبعا نعت مرفوع علامة رفعه الضمة. ذو خبر مرفوع علامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة. الكلمة الثانية كلمة مدرسته، هنبص قبليها، قبليها حرف جر، إذن هي اسم مجرور وعلامة جره الكسرة، والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. يتحقق ده فعل مضارع، تسبقه حتى، إذن هي فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. أخلي بالي لو ما كتبتش ضمير مبني في محل جر مضاف إليها مفيش مشكلة، وهنا ما كتبتش الفتحة الظاهرة برضو مفيش مشكلة، بس نكتبها أفضل. باء استخرج من الفقرة السابقة. رقم واحد فعلا من الأفعال الخمسة، فعل من الأفعال الخمسة، أي فعل مضارع اتصلت به واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة. هنلاقي في هذه الفقرة يتمسكون، فعل مضارع اتصلت به واو الجماعة. رقم اثنين فعلا مضارعا مرفوعا واذكر علامة رفعه. هنشوف فعل مضارع لم يسبقه ناصب أو جازم، وهنشوفه مرفوع بثبوت النون ولا مرفوع بالضمة. التلميذ المتفوق ذو أخلاق مهذبة يذهب. يذهب فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. رقم ثلاثة اسم معرفة وآخر نكرة. اسم المعرفة التلميذ معرفة، المتفوق معرفة، نكرة مهذبة. رقم أربعة ضمير مستتر واذكر فعله. ضمير مستتر هنبحث عن الفعل. أول فعل معنا يذهب، الفعل مش موجود، إذن الفاعل ضمير مستتر، يبقى يذهب هو الضمير المستتر، هو وفعله يذهب، هو والفعل يذهب. رقم خمسة ضميرا متصلا، ضميرا متصلا الهاء في مدرسته. رقم ستة خبرا لحرف الناسخ وبين نوعه، هنبحث عن الحرف الناسخ. التلميذ المتفوق ذو أخلاق مهذبة يذهب إلى مدرسته نشيطا حتى يتحقق هدفه ويعترف بأن العلم، أن العلم اسم أن منصوب علامة نصبه الفتحة، بأن العلم طريق، طريق خبر أن مرفوع علامة رفعه الضمة ونوع مفرد. رقم سبعة اسما من الأسماء الخمسة، طبعا ذو اسم من الأسماء الخمسة، ذو فعلا مضارعا منصوبا يتحقق. جيم اختر. المهملون لم نقط بالعلم يتمسكون ولا يتمسكوا ولا يتمسك. طبعا هنا لم أداة جزم، إذن الفعل اللي هيجي من الأفعال الخمسة يكون مجزوم علامة جزمه حذف النون، يتمسكوا. المهملون لم يتمسكوا بالعلم. دال أدخل الفعل يكتب في جملتين بحيث يكون منصوبا مرة ومجزوما مرة أخرى. الجملة الأولى التلميذ لن يكتب الدرس، يكتب فعل مضارع منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة. الجملة الثانية التلميذ لم يكتب الدرس، يكتب فعل مضارع مجزوم علامة جزمه السكون. القطعة الثالثة اقرأ الفقرة التالية ثم أجب. يا شباب مصر الزموا الصدق وتحلوا بالجد وتمسكوا بالصفات التي ترفع شأنكم فأنتم أهل للسمو والرفعة ولن تكتمل أهدافكم إلا بالعمل الجاد والإخلاص فيه فاعملوا مخلصين كي تحققوا أمجاد الوطن. أعرب ما تحته خط. كلمة بالصفات يسبقها حرف الباء حرف جر، إذن هي اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. الكلمة الثانية أهدافكم، هنبص على الكلمة اللي قبليها فعل، هنبدأ من الفعل جملة فعلية. تكتمل، لن تكتمل أهدافكم، هي اللي تكتمل أهدافكم فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. الكلمة الثالثة أمجاد، هنبص على الكلمة اللي قبليها كي تحققوا أمجاد، تحققوا فعل وفاعل الواو الجماعة ضمير مبني في محل رفع فاعل، أمجاد مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة. استخرج من الفقرة السابقة فعلا مضارعا معربا بعلامة فرعية، بعلامة فرعية يعني بثبوت النون أو حذف النون. يا شباب مصر الزموا الصدق وتحلوا بالجد وتمسكوا بالصفات التي ترفع شأنكم فأنتم أهل للسمو والرفعة
ولن تكتمل أهدافكم إلا بالعمل الجاد والإخلاص فيه، فاعملوا مخلصين كي تحققوا. تحققوا فعل مضارع منصوب علامة نصبه حذف النون. تحققوا فعل مضارع معرب بعلامة فرعية، فعلا مضارعا معربا بعلامة أصلية. بعلامة أصلية يعني مرفوع بالضمة أو منصوب بالفتحة أو مجزوم بالسكون. تعال نشوف فعل مضارع مرفوع أو منصوب أو مجزوم. طبعا عند الفعل تكتمل، لن تكتمل، فعل مضارع منصوب علامة نصبه الفتحة لأنه سبق بلن، لن أداة نصب تنصب الفعل المضارع. رقم 3، اسما معرفة وآخر نكرة. اسم معرفة الصدق، والنكرة كلمة أهل. 4، ضميرا منفصلا. ضميرا منفصلا أنتم، فأنتم أهل للسمو. رقم 5، خبرا لمبتدأ وبين نوعه. هنشوف جملة اسمية ونحدد المبتدأ والخبر. طبعا بعد الفصلة هنبدأ جملة جديدة. أنا عندي هنا فصلة، إذن بعدها جملة جديدة، فأنتم أهل للسمو. هنا أنتم ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ، أهل خبر مرفوع علامة رفعه الضمة. إذن هنا أهل خبر ونوعها مفرد. رقم 6، فعلا مضارعا منصوبا واذكر أداة نصبه. فعل مضارع منصوب لن تكتمل وأداة النصب لن تكتمل، فعل مضارع منصوب وأداة النصب لن. جيم اختر، التلاميذ المجتهدون يتفوقون. يتفوقون فعل مضارع مرفوع علامة رفعه طبعا ثبوت النون. 2، إن أباك رجل فاضل. إن أباك، أباك اسم من الأسماء الخمسة منصوب علامة نصبه طبعا الألف لأنه من الأسماء الخمسة. القطعة الرابعة، اقرأ الفقرة التالية ثم أجب. إن المعلم ذو رسالة سامية، فهو يربي الأجيال ويهدف لبناء مواطنين صالحين، ويعملون مخلصين في كل المجالات حتى يتقدم الوطن. أعرب ما تحته خط. الكلمة الأولى المعلم، هنبص قبلها إن حرف ناسخ، يبقى المعلم اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة. الكلمة الثانية الأجيال، هنبص قبلها في فعل، يبقى هنبدأ جملة فعلية، هنبحث عن الفاعل. يربي، من اللي يربي؟ هو. إذن الفاعل ضمير مستتر، يبقى الأجيال مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. الكلمة الثالثة المجالات، هنبص قبلها كلمة كل، أي كلمة بعد كل تعرب مضاف إليها، يبقى المجالات مضاف إليها مجرور وعلامة جره الكسرة لأنها جمع مؤنث سالم. باء، استخرج من الفقرة السابقة. رقم 1، فعلا مضارعا منصوبا، هنبحث عن فعل مضارع منصوب، يعني فعل مضارع تسبقه أداة من أدوات النصب. إن المعلم ذو رسالة سامية، فهو يربي الأجيال ويهدف لبناء مواطنين صالحين، ويعملون مخلصين في كل المجالات حتى يتقدم الوطن، يبقى الفعل المضارع المنصوب يتقدم. 2، فعلا مضارعا معربا بعلامة فرعية، بعلامة فرعية زي ما قلنا ثبوت النون أو حذف النون. ويهدف لبناء مواطنين صالحين، ويعملون، يعملون فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون. رقم 3، فعلا مضارعا معتل الآخر. معتل الآخر آخر ألف أو واو أو ياء، فهو يربي، أخرها ياء، فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة لأنه معتل الآخر بالياء. ضميرا منفصلا، ضميرا منفصلا هو. ضميرا مستترا واذكر فعله، ضمير مستتر يربي هو الأجيال، الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، يبقى ضمير المستتر هو وفعله يربي. رقم 6، خبرا لحرف ناسخ وبين نوعه. حرف ناسخ إن، المعلم اسم إن، وذو خبر إن مرفوع علامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة ونوعه طبعا مفرد. رقم 7، اسما من الأسماء الخمسة ذو. جيم، لم يندم الطامحون، اجعل الفاعل مبتدأ وغير ما يلزم. طبعا الفاعل هنا الطامحون هنخليه مبتدأ، هنبدأ به. الطامحون لم يندموا، يندموا فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. رقم دال، المصري لن يفرط في أرضه أبدا، اجعل العبارة للمثنى المذكر مرة ولجمع المذكر مرة أخرى وغير ما يلزم. للمثنى المذكر المصريان لن يفرطا في أرضهما أبدا، وللجمع المصريون لن يفرطوا في أرضهم أبدا. القطعة الخامسة والأخيرة، اقرأ الفقرة التالية ثم أجب.
مصرنا الحبيبة تحتاج إلى الإخلاص في العمل رغبة في التقدم، إن العلم أساس البناء والرقي، واعلم أن ذا العلم يعيش محترما بين الناس، فعليكم أيها الأبناء أن تتعلموا حتى يتحقق الاستقرار. أعرب ما تحته خط. الكلمة الأولى البناء، هنشوف الكلمة اللي قبليها إلى أن نصل إلى الفصلة. إن حرف ناسخ، العلم اسم إن، أساس خبر إن مرفوع علامة رفعه الضمة، البناء معرفة بعد نكرة، إذن البناء مضاف إلى مجرور وعلامة جره الكسرة. الكلمة الثانية يعيش، يعيش ده فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة. الكلمة الثالثة الاستقرار، أن تتعلموا حتى يتحقق، إيه اللي يتحقق؟ الاستقرار فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. باء استخرج من الفقرة السابقة. رقم واحد خبرا لحرف الناسخ وبين نوعه. خبر لحرف ناسخ كلمة أساس ونوعه مفرد. اثنين فعلا من الأفعال الخمسة وبين علامة إعرابه. فعل من الأفعال الخمسة تتعلموا، فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون لأنه سبق بأن. تتعلموا منصوب وعلامة نصبه حذف النون. رقم ثلاثة اسما من الأسماء الخمسة وأعربه. اسم من الأسماء الخمسة ذا، إن ذا، ذا اسم إن منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة. رقم أربعة فعلا مضارعا مرفوعا، فعل مضارع مرفوع يعيش، فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة، أو ممكن تحتاج، فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة. جيم العلماء مخلصون، أدخل على الجملة السابقة إن مرة وكان مرة أخرى وغير ما يلزم. الجملة الأولى هندخل إن، إن العلماء مخلصون، إن العلماء مخلصون، لما ندخل كان المبتدأ هيكون مرفوع والخبر هيكون منصوب. كان العلماء مخلصين، كان العلماء مخلصين. دال التلميذان نبط الدرس، أكمل بفعل مضارع مناسب، التلميذان يكتبان الدرس. بكده إن شاء الله نكون قد انتهينا من مراجعة النحو للصف السادس الابتدائي، والرجاء الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.